ككل. معي وكيل لجنة الشؤون الدينية في مجلس النواب سيادة النائبة أماني عز الرياض. سيادة النائبة أهلا بك. وهنا في الصباح بابا الفاتيكان ترأس قداسا في استاد الدفاع الجوي تحت شعار بابا السلام في مصر. السلام، ماذا إذن بابا السلام متواجدا في مصر لليوم الثاني على التوالي، كيف ترين هذا القداس وهذه العظة وهذا الحضور الكبير الذي تجاوز 25 ألف من البسطاء العامة الشخصيات، كيف ترين هذا العرض وأيضا الرسائل التي وجهها البابا في هذا القداس؟ صباح الخير أولا، وأنا شاكرة ليكم كلكم كأسرة وتيم وورك في أونتي لايف. بس الحقيقة أنا طبعا كوكيلة اللجنة الدينية تحت قبة البرلمان، وقد إيه هي أركان مصر الكنيسة القبطية والأزهر الشريف، وقد إيه العلماء الأزهر وعلماء الكنيسة. وأنا متعاملة هنا الحقيقة شرف لينا في مصر، وهي فعلا تسمى أرض السلام، والريس اللي بيدعو إلى السلام وبيدعو لتجديد الخطاب الديني. فأنا أهنئه على هذه الزيارة، وأشكر فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب على الاستقبال الجميل للبابا والمحبة. نعم. والمحبة وتوجيه، يعني هنا نتحدث سيادة النائب إذن يعني بابا الفاتيكان والسيسي المجددان يلتقيان، يعني هنا ممكن نجد هذا عنوان مهم جدا، المجددان يلتقيان. البابا طبعا هو صاحب اتجاهات تنويرية، رحمة المسيح في قلبه دائما كما هو معروف تغمر اللاجئين الفقراء والسجناء، الرئيس أيضا أول من دعا إلى تجديد الخطاب الديني لمواجهة الإرهاب. هنا يعني عرض مهم نود أن نتحدث فيه. ما احنا لسه هنيجي هنعرض عوض، احنا لسه داخلين في ان طبعا اول مرة اللجنة الدينية ان هي يكون فيها سيدة قبطية، واتشرف بهذا وشرف وتاج على راسي لتوصيل هذه الرسالة للعالم ككل، ان هي دي مصر السلام وارض السلام. دي رسالة واضحة جدا، وحقيقة كان استكمالا لمسيرة السيد الرئيس وانه تجديد الخطاب الديني. طبعا البابا فرانسيس الحقيقة ياما يعني في ناس كتير قالت له ان يعني بنأجل الزيارة وكده، لكن هو اصر على المجي واصر على الميعاد، وقال الشهداء اللي في مصر سواء من الشرطة او من الجيش او من الكنيسة انا مش اقل منهم، وانا يزدادني شرف ان انا اكون منهم. فالحقيقة حبه وهو الحقيقة كراجل رجل سلام ومحبة، لدرجة حضرتك لو رحت في مكان كانوا ممكن تلاقيه ماشي في وسط الشباب. صحيح. ممكن تلاقيه ممكن تلاقيه في المترو براكب. يعني الحقيقة هو راجل بسيط قوي قوي ومحب للسلام فعلا. فهو رسالة سلام للعالم، وغير كده المصريين كلنا كمصريين في داخل البلد هنا دلوقتي محتاجين لهذا المنظر. طب ايه المكاسب اللي ممكن هنا، يعني المكاسب التي ممكن مصر تكسبها من خلال هذه الزيارة سيادة النائبة؟ لسه بقى ديت المكاسب، دي النتائج المهمة جدا لهذه الزيارة. طبعا اولا الرسالة اللي هي ان احنا بنتكلم فيها وبنتحدث فيها، وهي رسالة تجديد الخطاب الديني وعدم التميز والمعايشة والمحبة في البلد الواحدة. دي اول رسالة. تاني رسالة ان هو السياحة، ان بابا الفاتيكان لما يخش مصر طبعا. صحيح. ده تعضيد طبعا. السياحة هتفرق كتير قوي معانا هنا في مصر ان البابا جه معانا ويمشي بألف سلامة، وهنا بيعطي رسالة الى تسامح الشعب المصري وانه شعب طبعاً كريم ومضياب بطبعه، ان هي دي مصر. هي دي مصر بأصولها طول عمرها. ثالث حاجة ان احنا بنقول رسالة، بنقول لا للإرهاب في كل العالم، في كل العالم، ولان السلام بيضغو على لان صوت الحق، وصوت الحق دايما عالي. صحيح. صوت الحق فعلا هو السلام، والسلام ودي من عند ربنا. ان هي دي ارض السلام، مصر السلام، مصر المحبة. هنا برضو كيف يمكن أيضا في هذه الزيارة المهمة أن يبرز دور مصر في الناحية الدولية والإقليمية، على أنها دولة مهمة في الإقليم ودولة مؤثرة أيضا في العالم ككل. العالم ككل طبعا مؤثرة برئيسها وشعبها.
برئيسها وشعبها، وكيفية التعامل مع الخارج، كيفية التعامل مع الخارج وتوصيل الرسائل للخارج. أنا بشكر سيادة الرئيس على هذا، وبشكر كل من تعاون في هذه الزيارة والزيارات الخارجية اللي قدمها سيادة الرئيس، فدي مهمة جدا، مهمة جدا، لأن دي بتوضح مصر إيه، دي بتوصل للعالم ككل مصر في كيانها اللي هو المسيحي والإسلامي، إن إحنا هوت وإن إحنا متعايشين. حتى اليهودي لما بيجي هنا إحنا ما بنقولوش أنت يهودي، لأ، أنت صاحب رسالة. صحيح. فكل الديانات فيها الاحترام، وكل الديانات. ولذلك أنا بوجه دايما لوزير التربية والتعليم، ودي برضو أنا نقطة عايزة أقولها، إن إحنا نبعد خالص عن إننا نقول الأزهر في تعليم الأزهر في تعليم الأزهر، لأ، الأزهر فيهم علماء أكفاء إن هم يقدروا للتجديد وتجديد الخطاب الديني وتجديد توصيل الرسالة بتاعتهم، هم أكفاء أكفأ من أي حد في تمام. هذه النقطة. جميل. أنا الحقيقة تداركت لهذا الموقف. جميل. لكن اسمحي لي بس نقطة مهمة يا سيادة النائبة برضو، يعني أنتوا يعني أعضاء مجلس نواب لكم دور مهم جدا، وخاصة في قانون الاستثمار، يعني إزاي يبقى عندنا مكسب مهم جدا في هذه الزيارة، ويعني قدرة على تسويق مصر في الناحية الاستثمارية الدولية، بمعنى كيف يمكن أن نجذب بعد هذه الزيارة المزيد من الاستثمارات؟ بلا شك، لأن مدام زيارة ناجحة وهادفة، يعني نستغل التسويق لهذه الزيارة بصورة صحيحة. أكيد، ما هذه من النقط برضو المهمة للبلد، وهي تبادل الخبرات في كل المجالات. أنا مش هحدد مجال واحد كاستثمار أو ككده، لا، رسالة السلام بتاعهم والتبادل يعني يبقى تحركاتكم دلوقتي كمجلس نواب يعني للعالم، بنستغل هذه الزيارة في تسويق لمصر وجذب المزيد من الاستثمارات. أكيد، ما بقول لحضرتك في كل المجالات، سياحة، استثمار، في كل المجالات اللي بتهم البلد دلوقتي، لازم التعامل الخارجي لازم يعرفهم إن مصر بخير، مصر صحيح. سلام. طيب سيادة النائبة برضو، يعني لو تكلمنا عن البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية مع البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، وكيف أنهما معا يتمتعان برؤى مجددة، حتى وإن كان وجودهم طبعا على رأس كنائس تقليدية يحد من تلك الرؤية، لكن لهما يعني رؤية مجددة، يعني إزاي طري هذه النقطة سيادة النائبة؟ هي مش حكاية رؤية مجددة، هي الرؤية دي طول عمرها موجودة، وهم في تسامح ومحبة طول عمرهم. هي بس النقطة اللي هي هو اللي تداركوا فيها ان في طريقة معمودية، ودي حاجات خاصة بالطقوس، واخد بالك، خاصة بطقوس الكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية. فهم ابتدوا يعملوا ترابط بين المذاهب، يعني عملوا يوم يسمى يوم المحبة الأخوية. ايوه، كنوع، وده بقى برضه ده هدف سياسي بعيد، ان هو الكنيسه ما فيش حاجه اسمها كنيسه غرب وكنيسه شرق، فاهمني؟ دي دلوقتي اصبحنا كلنا كتله واحده، وده شيء يدل على التسامح والمحبه. صحيح. الدليل على ان هم بيدعوا للسلام، سواء البابا تودروس او البابا فرانسيس، بيدعم للسلام والمحبة للعالم القبطي وللعالم ككل وللمصريين ككل. طب هنا يعني هو دائما البابا كما تحدثنا وكما قلت سيادة النائبة، يعني دائما ينحاز الفقير واللاجئين أيضا، حتى أنه يعني تحدث في زيارته عن أن مصر بها العديد من اللاجئين الفقراء، ومصر تحتضن هؤلاء اللاجئين. كيف ترين هذه النقطة بالتحديد؟ النقطة دي، لأن هو هناك بصراحة عنده اللاجئين، بيعمل لهم زي مأدبة عشاء أو يغديهم أو كده، ويجيب طبق ويغسل رجليهم، دليل على التواضع والمحبة، زي السيد المسيح ما كان بيتعامل مع حتى يعني هو يغسل أرجل اللاجئين والفقراء والمسلمين أيضا في نفس الوقت. والمساكين طبعا، انا بتكلم، بس احنا يعني دايما بنقول على اللاجئين، لان دول بيبقوا اكتر الناس المحتاجين لحد صدر حنين بمعنى اصح، لانهم جايين متبهدلين. اما الفقير او بلده، لكن فقير واخد بالك، بيبقى محتاج، يعني جاره هيبقى عارف ان هو فقير هيقدر يحن عليه.
فالحقيقة محبة اللاجئين والفقراء دي ده شيء وارد جدا وجميل جدا عند البابا فرانسيس. والبابا طوادروس من الناس اللي بتخدم في الحاجات دي، يعني بتخدم جامد، بتخدم الفقراء والأنبا أرمية والجماعة دول، ليهم خدمة جامدة جدا في الموضوع ده. تاني على كده، تالت حاجة بقى، ان انا يعني طبعا مع اعادي مع العلماء في الأزهر الشريف وفي مع الشيخ مع سيادة الوزير محمد مختار جمعة. الحقيقة برضو القروض اللي بيقدموها والحاجات اللي للفقراء بيقدموها، أنا انبسطت جدا، انبسطت إن هو يعني حتى بيبقى عنده سماحة إن من كل الأديان أهلا وسهلا. يعني مثلا شنطة رمضان ما بيخليهاش على المسلمين بس، لا المسيحيين. أنا نفس الحكاية، كنت في العيد مثلا في دايرتي، لا مش على المسيحيين بس، لا لازم كل واحد فقير، العائلات كلها اللي موجودة كله بالتساوي. ما هو التسامح الديني والتعايش طبعا ما بين كل الأديان، لأن احنا ما بنقولش ان الفقير ده مسلم ولا مسيحي، لا ده فقير، ده ابن ربنا، ده ابن بلدي. أشكرك. فلازم طبعا التسامح والمحبة والسلام، وانا اللي شاكرة ليكم. أشكرك جدا، الله يخليك، وانا شاكره ليكم وربنا معاكم. اشكرك سيادة النائب أماني عز رياض، وكيل لجنة الشؤون الدينية في مجلس النواب، كنت معي عبر الهاتف طبعا.